الدراري حيدوا الماء من الشمس. الله يحمي الوليد. دخلوا لداخل. تشيل جمال. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم، حنا كنتوالدو تحديدا في منطقة البرنوصي واليوم كنشوفوا البادرة الإنسانية تواصل نجاحها في أحياء مملكتنا الحبيبة كاملة. فالمغاربة اليوم أبانوا على الكرم وعلى الحب وعلى التضحية وعلى التضامن بيناتهم. اليوم شباب وليدات من مختلف الفئات العمرية وخاصة ساكنة البرنوصي كتجمع التبرعات باش توجهها هي وتنضم لقافلات المساهمين لفائدة هاد المنكوبين، منكوبين جلالة 8 سبتمبر. واحد اليوم اللي عشناه كامل صعيب، ولكن اومين طون عرفنا التضامن ديال المغاربة، عرفنا الحب ديال المغاربة، عرفنا أن المغاربة راه خوت وواقفين وأنه باقي الخير في هاد البلد الحبيب، باقي الخير في المغاربة اللي أكيد دايرين مجهود كبير باش ينجحوا هاد البادرة هادي، دايرين كل ما في جهدهم على أنه يوصلوا هاد الإعانات هادو. يوصلوا هذه الإعانات المستحقيها في مناطق المنكوبة. فخصكم تعرفوا على أنه كاين بزاف ديال مبادرات، بزاف ديال الحب، بزاف ديال الدعم في هذا الشيء اللي خلينا نقولوا لأنه بصح باقي الخير في المغرب، باقي المغاربة كيديروا اللي عليهم، باقي كاين التضامن، باقي كاين بزاف ديال القيم النبيلة، باقي الخير في هذه الأمة هذه. تبرعات كيجمعوها الساكنة، الشباب، كل من بغى يساهم كيجي عند هذا السيد هذا تحطو هنايا كل الإعانات اللي بغاو يجمعوهم في انتظار على أنهم يجيو ويلتحقوا بهذه المناطق المنكوبة. شفنا واحد الحب كبير، شفنا أعمال خيرية في هذه اليومين هذو، شفنا كيفاش المغاربة قادرين على أنهم يخلقوا الحدث ويكونوا متضامنين بيناتهم في عز هذه الأزمة هذه. فغنحاولوا نتواصلوا مع واحد من الشباب اللي منظمين هذه الحملة التبرعية، منظمين هذه البادرة هذه، شيء اللي كنلمسوا فيه واحد الإنسانية كبيرة، كل واحد كيعاون باللي يقدر. اللي كنشوفوا هذه الإعانات راه كاين اللي كيجيب غير حاجة وحدة، ولكن النية ديالو هو أنه يقدم هذه المساعدة هذه لمنكوبي يوم أسود 8 سبتمبر، واحد اليوم اللي كلنا تألمنا من خلاله. أنتم كتشوفوا المغاربة كيجيبوا وكيعطيوا، فاللي كيجيب الحليب، اللي كيجيب الماء، اللي كيجيب ما عرفتش المواد القطاني، اللي كيجيب الفخوماج، اللي كيجيب ليجي للوليدات الصغار، دي بسكوي، الماكلة ديال المساس، الكونفيتور، السكر، الماطلات، كل الأمور اللي نسأنا أنها تعاون هاد الناس هادو. فهاد الناس اللي حاولوا على انهم يجيبوها ويتضامنوا فيها. غنحاولوا نتواصلوا مع نبيل. نبيل اجي عندي اخويا. فنبيل هو من سبب المنطقه هنايا اللي خصص المحل ديالو باش يجمع فيه هاد التبرعات. نبيل من سبب المنطقه اللي خصص هاد المحل ديالو باش يدير هاد المبادره هذه. نبيل قربني اكثر من هاد المبادره هذه لو سمحتي. السلام عليكم الاخوان. عندي هنا نبيل بالتفاعل. اه مرحبا. خدينا هاد المبادره حيت شفنا الناس ديال المغرب كامل متضامنين، وشفنا في البرنوصي قليل اللي داير هذه المبادره، والحمد لله خديناها. يعني احنا غير بحال بغينا غير نشوفوا الناس اش يدير، والحمد لله لقات اقبال الناس. راه كل شيء ولا الدرب، كل شيء كل شيء تيجيب، اللي جاب الحليب، فرماج، كل شيء كل شيء. والناس ديال الهراوي الله يجازيهم بخير حتى هما،
مساكن حتى هما عاونونا بواحد القدر ديال السلعه اللي جبناها من عندهم. شوف هذا التضامن هذا هو التطوعي الناس هما، ولكن شوف دابا راه انت شوف، انت شوف الناس ما كنقولوا لهم والو في الدرب، اللي كيجي كيعطي، اللي كيجي كيعطي. الله يرحم الوالدين، اللي كيجي لا حطهم مع الحوايج، لا راهم الحوايج هما اللي على برا، فكل واحد كيعاون باللي يقدر عليه. اه اللي يقدر الحوايج الحمد لله، كاين اللي صيفطوا لنا فلوس، كاين اللي صيفط لنا فلوس من فهمتي الجاليه المغربيه، صيفطوا لنا، كاين اللي جبنا بفلوسه الماناط، كاين اللي جبنا بفلوسه الماطلا، كل شيء كله وشنو درنا. واخا شنو الطريقه اللي غنمشيو بها؟ دابا حنا غادي اليوم غادي يمشي فياج اليوم غيمشي كاميو، وغدا ان شاء الله غادي يمشيو جوج ترافيكات. يعني على مدار هاد اليومين هادو، هاد اليومين حتى تسالي المبادره، حتى تسالي غادي نمشيو لتارودانت، المناطق اللي ما وصلوش لهم بنادم بزاف. مشاو لمراكش، الحوز، كل شيء. الحوز ونساو منطقه تارودانت ولا دبر الرحيل، وهاد المناطق اللي نقدروا نقولوا انها منكوبه. اليوم شنو رسالتك كنبيه للشباب اللي تبغيهم؟ تنتمنى من الناس اللي يتعاونوا. مرحبا بهم، اللي بغى يجي يدي شي حاجه مرحبا، راه كاين ترونسبور واخا نوحلوا فيه، ولكن نقدروا نوفروا، ما عندناش مشكل، فهمتي، نوفروا ترونسبور للسلعه. يعني الساكنه اللي باغا تعرف اللي نقطه التجمع يجوا عندك. حنا في البرنوصي حدا سيرفيس ديميل ديال البرنوصي. الله يرحم الوالدين اختي، شكرا بزاف. الله يحفظك. كاين واحد التضامن كبير، كي جاتك هذا التضامن ديال المغاربه؟ الحمد لله عرفتي والله يشاف بزاف. باقي الخير في الناس والله، وكل شيء دابا راه باقي الناس يعيطوا لي يقول لي نبيل حنا جوج ثلاثه غادي نجيو عندك نجيو. تيقول لي غير نخرجوا من الخدمه، كاين اللي عيط تيقول لك انت شوف سير تسنى الوفا كاش، سير خذ الامانه، كاين كل واحد وشنو وشنو. هنا في الدرب والله ما نكذب عليك، تيلوحوا لي الفلوس من السراجم وحق الله، بنا الدرب ولا الدرب هنايا يعني كل شيء. لا الحمد لله باقي الخير. باقي الخير الله امين امين يا ربي. الله يرحم والديك، الله يحفظك خويا، الله يكون خير. مشاهدينا الكرام كما شفتوا نقربكم شويه من المواد اللي خصصت لهذه المبادره هذه، فهنايا كاين الطون، كاين الفرماج، كاين المرتديله، كاين اللي بيسكوي بالنسبه للدراري الصغار، حتى الماكله ديال المشاش، الماكله ديال المشاش ما تنساوهاش، راه فيها خصائص. مشاهدينا الكرام هنا كاينين دي ماطله، هنا كاينين دي ماطله باش نمشيو عيشان، هنا كيبان لي دي ماطله باش نمشيو لي كوش، الماء كاين بزاف هنايا، الدقيق، السعرية، الناس كتجيب الزيت، اللي بغى يجيب شي حاجة بالقدر ديالو، والله لا يضيع أجر المحسنين. تلاقاو في الخير مشاهدينا الكرام، نتمنوا على أنه هذه المبادرة تاخذ منحة تصاعدية، كل شيء ساهم. السلام عليكم.